بحياتهم، هن معرضين، انتو شايفين هون بالوضع، معرضين بأي لحظة ليموتوا بالقصف بالبرصاص طايش بهاي. عم تقتل بالمجروح؟ فمظلومين جدا جدا. كله تضحية للثورة. إن شاء الله ينحسب هذا الكلام، ينحسب إلي يعني نقطة إيجابية. يعني لازم القائمين على الثورة هي يعرفوا إني أبو علي صليبة ضحيت بأولادي من أجل الثورة، اللي أنا كنت السبب بدمار مستقبل أولادي حاليا. يلا جبت الغاز جيبه. تساوي المستطاع اني وصل الثورة السورية لثورة عالمية وليس ثورة ربيعة، ثورة عالمية. انا هيك برأيي. الله يسلمك. الثورة عالمية خلاص. بدك تضرب؟ انا بطلع من الشباك الثاني. غطي. قنصه وحده لعلميته لابسه. يا محمد قنصه مين؟ ايه وحده ضربوا لاني لابسه قصير. تمام. هون بحلب. هالامر هذا بدهم يقلبوه اسلامي بحت، وهذا مرفوض.